مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج اكسترا تايم، حلقه منوعه محليا وعالميا، وراح اكون معكم فيها انا وفراس الجمل. مساء الخير عليكم جميعا. باكسترا تايم اليوم راح نسلط الضوء على مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري المحلي، بالاضافه لجوله عالميه لاهم الاخبار الرياضيه وفقراتنا الاسبوعيه. طبعا للحديث عن دوري المحترفين ومبارياته راح يكون معنا المدرب الوطني ديان صالح. مساء الخير كابتن. مساء الخير سميحة، مساء الخير فراس، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. اهلا. إذن البداية مع مباريات اليوم وتعثر فرق القمة، تفاصيل أكثر عن المباريات التي لعبت بالتقرير التالي. رفض الفيصلي هدية الصريح بتعادله مع الجزيرة وسقط أمام الأهلي بثلاثية، ليفشل في خطف الصدارة الترتيب ولو مؤقتا في المواجهة المثيرة ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر من دور المحترفين. الفيصل اندفع في بداية المباراة نحو المواقع الهجومية بحثا عن الأهداف، تاركا خلفه مساحات كبيرة في مناطقه الخلفية، ولم يتنبه الفيصلي كثيرا لخطورة فريق الأهلي وخاصة في حال الارتداد الهجومي، حيث يمتلك لاعبين يجيدون أدوار كشف الثغرات في أي دفاع. وبدأ الفيصلي بالضغط على المرمى مالك شلبية، وشكل مدافعو الأهلي عمقا دفاعيا يصعب اختراقه، وخاصة أن الفيصلي اعتمد على هجماته على الطرف الأيسر وعكس الكرات العرضية. الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة 24 بعدما تسلم مرضي الكرة من خارج منطقة الجزاء وسددها مخادعة استقرت على يسار معتز ياسين حارس الفيصلي، وعاش لاعبو الفيصلي حالة من الارتباك كاد أن يستثمرها الأهلي بتسجيل الهدف الثاني، لكن الأمور مرت بسلام. وبدأ الفيصلي ينطلق بشكل أفضل عبر انطلاقات الرواجدة وبني عطية، وكاد الأخير أن يفعلها عندما انفرد بالمرمى، لكن شلبية حولها لركنية، ودفع الفيصلي بالمهاجم الليبي أكرم الزوي بدلا من مهدي علامة لتعزيز القدرات الهجومية، لكن الأهلي حافظ على تقدمه بهدف مع نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني ضغط الفيصلي أملا بالتعديل ومن ثم البحث عن التقدم، ولاحت لبني عطية فرصة خطرة داخل منطقة الجزاء سددها ارتطمت بالقائم الأيسر لركنية. محاولات الفيصلي بالتعديل قتلتها هفوة دفاعية لمحمد أبو زريق الذي أخطأ بإعادة الكرة برأسه لمعتز ياسين حارس الفيصلي ليسبقه محمود مرضي ويمررها بالعرض اتجاه الحاج مالك الذي وضع الكرة بالمرمى الفارغ معلنا تعزيز التقدم الأهلاوي. وسرعان ما نجح الفيصلي في تسجيل هدفه الأول من كرة عرضية دكها لوكاس من فوق شلبية لتجد الزوي ليسددها داخل الشباك. وحاول الفيصلي البحث عن هدف التعديل لكنه وجد صعوبة مع تألق مالك شلبية في الوقت الذي كان فيه مدرب الأهلي جمال محمود يتعرض للطرد من المباراة بعد تنويه من الحكم الرابع وسط احتجاجات أهلوية على قرار الحكم. واعتمد الأهلي بعد الهدف على الهجمات المرتدة ولاحت له عدة فرص لمضاعفة النتيجة قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 93 بعد أن حاول البديل أحمد العيساوي مراوغة الزواهر ليقوم الأخير بلمس الكرة بيده وتحتسب ركلة جزاء نفذها العلوني على يسار معتز ياسين وتنتهي المباراة أهلاوية بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم خطوة فيما بقي رصيد الفيصلي متوقفا عند النقطة 29. وفي اللقاء الثاني سقط الجزيرة في فخ الصريح وتعادل معه بهدف لمثله في المباراة، حيث تقدم الصريح عبر أيمن أبو فارس وعادله محمد طنوس للجزيرة، وبقي الجزيرة في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة فيما رفع الصريح رصيده إلى 11 نقطة ليعزز من فرص الابتعاد عن منطقة الخطر. كابتن ديان، نبلش مع تعادل الصريح والجزيرة اللي بنقدر نحكي إنه كان خيبة أمل للجزيرة وعودة قوية للصريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد النقطة بالنهاية للصريح مفيدة جدا، وإن كان يعني بالمتناول كان يحافظ الفريق ضمن تكتيك معين على هدف التقدم، كونه يعني المباراة كانت في إربد وكان الصريح طموح جدا يعني إنه يكون يتعدى الأزمة حاليا وما زال في الأزمة، أزمة الهبوط بشكل واضح وصريح. فبالتالي الآن لكن النقطة قد تسعفه في القادم، ولكنها غير كافية في ظل تقدمه، في ظل
الدافع والمكافآت والحوافز والعناصر اللي يمتلكها فريق الصريح. أيضا لو نحكي على الصريح يمتلك عناصر مؤثرة بشكل كبير سواء الخط الخلفي أو الخط الوسط أو المهاجمين. ولكن بالنسبة للجزيرة عودته باللقاء بهدف التعادل ما كانت برأيي بمكانة صحيح ضمن الفريق. الآن بده يعزز صدارته. الآن الجزيرة واجه الفيصلي، واجه الوحدات المطاردين بشكل مباشر له على الصدارة. إذن ما تبقى من لقاءات فيما لو حافظ على هاي الصدارة في ظل بحثك عن البطولة يفترض كان الجزيرة يكون يعني عنده إصرار أكبر عن على الحفاظ على تخطي فريق الصريح، مع احترامي لفريق الصريح. نعم. لأنه كون الفريق الجزيرة بيمتلك ترسانة من اللاعبين الجيدين سواء على الأساسيين أو على دكة البدلاء، لكن عودته باللقاء عن طريق الهداف اللي باستمرار عماله بيسعف الجزيرة محمد طنوس أكيد تبقي قريبا الآن في ظل نتائج اليوم خسارة الفيصلي تبقي قريبا من متصدر إلى أن يلعب الوحدات في الغد أمام فريق الرمزة. ولكن قد يكون هذا التعادل للجزيرة بصراحة مؤلم جدا في حال فقد الصدارة في مباراة الغد. نعم كابتن، المباراة شهدت حالتي طبعا فهد اليوسف من جانب الجزيرة وإيمانويل من الصريح، واللاعبين مؤثرين وراح يفتقدوهم الفريقين في الجولة المقبلة. على يعني إيمانويل مع الصريح عماله مستوى يعني مش إيمانويل اللي بنعرفه، عماله نعم. مستوى متذبذب متراجع، ولكن فهد اليوسف عماله بيقدم مستويات رائعة جدا، بسجل بصنع أهداف، لاعب من الركائز الأساسية كمفتاح لفريق الجزيرة، يعني لاعب مؤثر كبير أكيد. لكن أنا بحكي إنه أنا برأيي فهد اليوسف من أفضل المحترفين في الأردن اللي أجوا على الأردن بيقدم مستويات عالية، ولكن الجزيرة الآن في ظل المباريات القادمة يمتلك بصراحة من اللاعبين القادرين. الآن عنده صالح الجوهري يعني لاعب منتخب وطني، لاعب مؤثر بشكل كبير، لاعب يستطيع أنه يسد الفراغ هذا بشكل جيد. إيمانويل خسارة، يعني إيمانويل من ناحية نفسية للفرق الأخرى يبقى مرهق للمدافعين، إن ما سجل يبقى مزعج. لاعب بحضر بشكل جيد أيضا، يعني مفارقة غريبة في لقاء محترفين مهمين اثنين ينطردوا بنفس اللقاء يعني. نعم. طيب كابتن ديام بشكل عام برأيك ما هو نقدر نحكي السبب عدم قدرة الجزيرة على الفوز في مباراة اليوم؟ والله شوف ما يعني المباراة في ظل ما سمعت من أخبار عنها أنه الجزيرة الشوط الأول ما قدم مستوى جيد. الجزيرة بالعادة أحيانا نحكي الجزيرة بيلعب أمام الوحدات يمكن بيلعب لو متحفظ أو بينقل الدفاع لوسط الملعب. إحنا بنحكي لما بنقل دفاع وسط الملعب بيبتعد عن مناطق الخلفية اللي بيبدأ الدفاع، يعني من بداية الثلث الثاني بتكون منطقة النص هي البداية الهجمات والتحضير الأكبر للهجمات. ولكن الجزيرة في التكتيك الأكيد اللي لازم يتبعه باستمرار مع الفرق اللي أقل مستوى منه والأقل عدي منه، وحال يعني بدنا نكون واقعيين، الجزيرة بيمتلك أسلحة الضغط العالي، الضغط المبكر، الدفاع من الأمام بنسميه، الدفاع من أقرب نقطة لمرمى الخصم، الاستحواذ في ملعب بمرمى بمنطقة ألعاب الخصم. يعني الجزيرة المفترض في هيك لقاءات يبلش مبكرا. أنا في معلومات عن المباراة ما بلش منذ الدقيقة الأولى مهاجم الجزيرة، لازم يخلص المباراة في ضمن اللاعبين المؤثرين رفاعي مارديكيان، لاعبين مؤثرين فهد اليوسف محمد طنوس، وعنده خط خلفي متوازن بشكل جيد معزز بزيد جابر، عنده عمر بوضيب قادرين أنه ينقلوا الفريق للأمام ويكون يلعب على المحاور، يلعب بالجهة اليمين اليسار، يدور الكرة، التسديد، كل العناصر التكتيكية الناجحة في الناحية الهجومية المفروض يستخدمها الجزيرة منذ بداية اللقاء. ما يكون في هناك أي حالة جسنب، أي حالة استشعار ما بده يفعل شو بده يعمل مدرب الآخر، لازم يكون مبادر. صعب إنك ترجع مع فرق بتنافس على الهبوط بتقاتل، صعب إنك الفرق هاي يعني اليوم الصريح سجل هدف قاتل إنه يحافظ عليه حتى إنه ما يخسر يستفيد من نقطة قد تسعفه في القادم. الآن النقطة غالية بظل تناقص عدد المباريات وانتهاء مرحلة الإياب شيئا فشيئا، أكيد النقطة بتكون غالية وقد تصعبك نقطة في البقاء في دوري المحترفين. فالجزيرة لازم يكون مبادر باستمرار من الدقيقة الأولى، مهاجم يعلنها خلاص الفريق اللي بده يلعب أمام الجزيرة بده يعرف. حتى في أحيانا تصريحات إعلامية لمدربين أنا بدي أروح أهاجم بهذا اللقاء، وفعلا بروح بهاجم، بيكون هناك تصريحات بتحبط الفرق الأخرى، بتخلي المدرب الآخر يفكر تفكيرات كثيرة شو بده يعمل، بتخلط الأوراق عن المدربين الآخرين، فبالتالي بتأثر بشكل كبير. إذا شخصية الفريق المهاجم يجب أن تكون الآن مع الجزيرة في أي لقاء قادم بيكون بده يخوضه الجزيرة. نعم كابتن، ننتقل للفيصلي والأهلي. الفيصلي يرفض هدية الصريح ويسقط أمام الأهلي بثلاثية، يعني نتائج مثيرة بنقدر نحكي لهلأ في هذا الأسبوع، كأنه الصدارة يعني
يعني ترفض انها تفارق فريق الجزيرة. والله شوفي المباراة الفيصلي والاهلي فيها حكي كثير، حكي كثير، حكي كثير عن الفيصلي وحكي كثير عن الاهلي بصراحة. يعني المباراة لازم تاخذ حقها، المباراة يعني كان فيها بصراحة يعني اداء. لو نحكي على الاهلي اثبتت نتيجة اليوم والمستوى المتصاعد لفريق الاهلي تغيير الاسلوب انه بحاجه الى وقت مع الكابتن جمال محمود. شفنا الاهلي عماله ما حصل الفوز، يمكن خسر مع الجيش السوري وكان اداء عالي جدا. نعم. كان في عمل للظهيرين، ضغط في ملعب الخصم مع ضغط على اليمين، ضغط على اليسار، فتح الاطراف الملعب من العمق وفرص كبيره كثير، الا انه هدف بهذه المرتده خسر اللقاء الاهلي. ولكن حتى في 10 لاعبين كان افضل. هذا كان اوحانا انه في تغيير بالاسلوب واضح كان بيحتاجه الاهلي برايي، ولكن بيحتاج لصبر، صبر كبير. فبظل غياب الفوز عن فريق الاهلي الان، الاهلي الان الان بيلعب مع فريق الفيصلي، بدها تكون الترتيب غير حتى مباراه اخرى بيلعبها. يمكن احنا شفنا اليوم الكابتن جمال محمود مع فريق الاهلي لعب 4-4-2، ولكن لعب باسلوب الفيصلي اللي بلشوا فيه مباراه الجزيره، وحكينا الفيصلي ظهر بظهور كبير امام فريق الجزيره في بدايه مرحله الاياب، لعب 4-4-2، ضغط بشكل كبير، ضغط في لاعبين الارتكاز والاطراف وثبت الظهيرين وكان يضغط تقريبا بست لاعبين. اليوم الشغل اللي كان يشتغله الفيصلي في بدايه اللقاء اليوم درسه بشكل جيد كابتن جمال محمود وعمل ضغط على الفيصلي. ما كان يلعب الاهلي هجمه مرتده نهائيا، الاهلي كان يلعب بدايه الدفاع من الثلث الثاني، يعني بتحكي الضغط بعد منتصف الملعب، يعني قريب من الضغط المبكر على دفاع فريق الفيصلي. ثبت سليم حمدي على اليسار، سليم عبيد عفوا، والحناحنه وقلبين الدفاع، وكان يزن دهشان وعبيد السمارنه، واللي كان يكمل بالهجمه باستمرار يزن دهشان ويضغط الطرفين اللي هم يزن ثلجي والعلاوني مع اللاعبين اللي شفتهم فاق بيهم تجانس كبير وازعجوا بشكل كبير مدافعين الفيصلي اللي هم حد مالك ومحمود مرضي. اليوم اللي كان الثنائي مبدع منسجم بشكل كبير، الفريق كان عنده تنظيم دفاعي في اي منطقه بيكون فيها الفريق، اذا كان بالخط الخلفي منطقه العاب الاهلي بيكون في تنظيم دفاعي واضح جدا، شكل الفريق واضح، شكل الفريق في الناحيه الهجوميه واضح، التغيير اللعب العكسي اثناء قطع الكره من اليمين لليسار كان واضح. حصل الهدف بصراحه عن طريق بصراحه ازعاج كبير من قلب الدفاع مالك لمرضي، تسديد كره طويله. الان رجع الاهلي بالشوط الاول تقريبا زون نص الملعب، والثنائيات باستمرار كانت الثنائيات ما بين اي لاعب اشتراك في اي كره كانت لمصلحه الاهلي، تقارب اللاعبين مع بعض، الضغط السريع على حامل الكره في نص الملعب، ممنوع انه يتراجع، الاهلي بيعرف انه لو تراجع للخلف بشكل كبير كان يمكن تكلفه خساره اللقاء. نعم. اداره واستراتيجيه المباراه كانت برايي ناجحه بشكل كبير مع الكابتن جمال محمود. لو بدنا نيجي احنا على الفيصلي، احنا نحكي الفيصلي، انا سبق وحكيت لك انه لعب 4-4-2. نعم. بلوكاس اللاعب اليوم انا زاد اعجابي بهذا اللاعب اليوم، بعكس بصراحه المباراه تقول بدي اشوفه كيف افضل يكون من المباراه القادمه، لكن اليوم لوكاس كان هو اللاعب المؤثر. ولكن لوكاس بالفيصلي متعود، بلش يلعب 4-4-2 الفيصلي، فاجأنا بتكتيك جيد برانكو، ولكن لوكاس من اللاعبين اللي بحضر للاعب ثاني مهاجم. لوكاس الان اليوم كان صانع العاب، بس لمين كان يصنع؟ كان يلعب فيصلي 4-2-3-1، تغيير الاسلوب طريقه والاسلوب مره واحده انا برايي اثر على فريق الفيصلي، هذا من ناحيه، يعني لوكاس اليوم كثير حضر، حتى لما نزل زوي والهدف اللي حصله الفيصلي تحضير خطا من مالك شلبيه صحيح، ولكن التحضير كان من لوكاس لا زوي في ظل خطا من مدافعين الاهلي تراجعوا ثلاثه على خط المرمى، ما حدا ضغط على اللاعب المستحوذ اللي هو الزوي، ولكن في تحضير جيد فيصلي اليوم. بما انك عم تحكي عن اكرم الزوي، اراحته عن التشكيله الاساسيه، ما انا بدي احكي لك على النقطه بالضبط، انا برايي ما دام انه اكرم الزوي اشترك في اللقاء في لها جزئيه مهمه وكمل اللقاء وانا شفته مؤثر وسجل. نعم. بالعادي اللاعب اللي انا شاك في مقدرته يكمل اللقاء ضمن اصابه حتى ما اخسر تبديل شو بعمل دائما ببلش فيه. هلا فرضا لوكاس كان عنده اصابه، نزل عفوا زوي نزل وكان في عنده اصابه، بدك تقدر تخسر تبديل، فبالتالي اللاعب اللي فيه شك وبحب انا اشاركه كمدرب انا بعطيه من بدايه اللقاء
نفس الوقت بحافظ على الأسلوب تبعي اللي هو 4-4-2. لوكاس متفاهم بشكل كبير مع زوي. الآن لما نزل زوي هنا صار الاجتهاد، أحيانا المدرب بيجتهد برانكو، أحيانا ما بصيب. الآن عندك بالفيصل اللي بتخلي بهدف، وعندك مهدي علامة، وعندك لاعبين ارتكاز اثنين، أنس جبارات وبها عبد الرحمن. أنا بالتحليل دائما ما بجامل، يعني بحكي ضمن رؤيتي. في لاعب بنظري بيكون كبير لكن في هاي المباريات بيكون مش موفق. يعني لو منبلش بالتبديل، أنا برأيي أنس جبارات ويضل بجانبه مهدي علامة وانت متخلف، وينزل متخلف بالنتيجة، وينزل زوي، ويكون إراحة مش غلط للاعب زي بها عبد الرحمن، وتكمل اللقاء بمهدي علامة يكمل، وأنس جبارات لاعب عماله هو زنبركة في الأداء، بيستلم بيسلم بتقدم بيقطع كرات، نشيط جدا على مستوى الخط الخلفي. لو بدنا نشوف دفاع الفيصل اليوم، دفاع ما كان منظم نهائيا، يعني أخطاء دفاعية، أخطاء دفاعية. والسبب والسبب الآن برجع وبحكي، جاهزية إبراهيم الزواهري من أفضل لاعبين مدافعين في الأردن برأيي، لاعب منتخب وطني على مستوى عالي وأنا معجبين فيه. ولكن أنا شفت إبراهيم الزواهري اليوم ما كان، في ظل غيابه عن لقائين، الجاهزية البدنية لياقة المباريات مش حاضرة، مش جاهز بدنيا. شفت إبراهيم الزواهري يبدأ هذا اللقاء، اللقاءات السابقة تفوق فيها الفيصلي وكانت جيدة، كان ياسر رواجدي وأبو زريق وعدي زهران ودلدوم. عدم جاهزية إبراهيم الزواهري أثرت على مستوى مين؟ محمد أبو زريق، كثرت الأخطاء بشكل كبير. أنت لما يكون الخط الخلفي تغير فيه فجأة من ظهير لقلب، تريح قلب دفاع كان أساسي، نزل لاعب اللي بعد عودة، مش غلط اللاعب. يعني بكرة القدم اللاعب الجاهز اللي بيلعب، اللي مش جاهز بده يكون على دكة بدلاء. هاي أثرت على الفيصل بشكل كبير. أضف لذلك إنه الفيصلي في الشوط الثاني يعني مصر على الاختراق من العمق، وأحيانا صار يعمل إسقاط الكرات خلف مدافعين الأهلي. شو عملت التبديلات كمان أثرت بالأهلي، لما شاف الكابتن جمال محمود الحكي هذا موجود، نزل وشاح وطلع مين؟ يزن دهشان. صار وشاح لاعب هدو جيد، طلع الكرات مسيطر على منطقة العمق. فترة اللي كان يستحوذ فيها الفيصل على الكرة المفروض كان يدور الكرة بشكل كبير. للعلم اليوم كان أنشط لاعب الفيصلي والمؤثر في كرتين الفيصلي خطرات اللي هو خليل بني عطية، ولكن خليل بني عطية كان في اجتهاد فردي، ما كان في إسناد بشكل جيد إله. إحنا بنحكي اليوم على قراءة المباراة تفصيلاتها، الاجتهاد أحيانا المدرب بيجتهد بصيب، وأحيانا بيجتهد يخطئ، ولكن برانكو اجتهد اليوم، مدرب رائع ومدرب جيد وعمل نتائج جيدة. اليوم أول خسارة يمكن لبرانكو منذ قدومه للفيصلي، ولكن التلاعب في ظل حساسية اللقاءات في المباريات الحساسة بحجم مباراة الأهلي، الفريق اللي جاي بده يبحث عن ذاته، بيأدي مستويات جيدة في المباريات لكنه بيخسر، ولكنه فريق يحسب قلب حساب، فريق من العيار الثقيل، وبالتالي كانت الحسبة برأيي مش في مكانها لبرانكو في مباراة اليوم. طيب كابتن ديان، بشكل عام الفريق الأهلي قدم أداء اليوم نقدر نحكي من ناحية المستوى جيد، من ناحية المستوى الفني أو حتى بشكل عام النتيجة، لكن اليوم شهد حالة طرد مدربه وكابتن اللي هو نقدر نحكي جمال محمود، احكينا عن حالة الطرد من بعد. والله أنا تابعت، أنا ما فيش شيء مؤثر بصراحة، أنا أكون واقعي يعني. طلعت على المباراة ما شفت شيء مؤثر صار، حدث اللي يعني إحنا يمكن على التلفزيون تابعتها ما في إيش مؤثر اللي تصرف، وشفته مستغرب الكابتن جمال محمود، فبعرفش يعني شو السبب اللي كان الطرد. وبالعادي هو مدرب هادئ يعني، ما مش مزعج يعني، مش مدرب بنحكي مش مشكلة يعني، أنا أسف الكلمة يعني، بكون مدرب هادئ، لكن الطرد أنا استغربت له، ما كان يعني هو كان مستغرب، لكن شو تفاصيل هاي أنا، لكن عارفين الكابتن جمال محمود أخلاقه عالي جدا يعني، مش مدربين اللي بيصير مشاكل نهائيا يعني. طيب نرجع نحكي كمان عن أداء الأهلي اللي قدمه من ناحية النتيجة ومن ناحية الأداء. بصراحة الأهلي اليوم لعب ما بين 4-4-2 بداية اللقاء. الضغط اللي حكيت لك فيه ضغط متقدم من بعد نص الملعب، ضغط بشكل جيد على مدافعين الفيصلي، أخطاء اللي كان يسببها الضغط كانت كبيرة، كلفت الفيصلي الكثير. الأهلي بعد ما تقدم بهدف ما رجع نهائيا، ضل يضغط، والضغط واحيانا قطع الكره بشكل سريع والانتقال السريع من نعم. من مكان قطع الكره للناحيه الهجوميه مؤثر بشكل كبير. تناغم اللاعبين يعني، احنا نحكي لو شفنا بعد 2-0 بحكي لك رجع زون كابتن جمال ولعب 4-2-3-1. للعلم كمان كان في الحناحني استشفاء ومش جاهز لسه كمان مش غلط اني انا
اللاعب مش جاهز، طلعوا الكابتن جمال محمود، نزل احمد الصغير لاعب كويس احنا يعني، ولكن اليوم مش بالفورم كان. نعم. نزل احمد صغير ودى السلو على اليمين، صار يزن دهشان، يزن دهشان في البدايه وسماري، بعدين طلع دهشان نزل وشاح، فبالتالي لعب العساوي نزل تحت المهاجم وخلى جوا اللي هو بس محمود مرضي وريح الحاج مالك. اذا 4-2-3-1 دفاع منظم في منطقة في ملعبه، والاعتماد على الهجمة المرتدة، وشفنا الهجمة المرتدة كيف كانت مؤثرة بشكل كبير، ولكن ما يعني واضح للعيان تلاعب الى مهاجمين الاهلي مرضي بنهاية خاصة باخر ربع ساعة المباراة، مرضي العساوي العلاوني صراحة بشكل انا شفته محرج لدفاع الفيصلي. نعم. ما دفاع الفيصلي نحكي اقوى دفاع في الدوري للان، ولكن في مباراة اليوم حكيت لك الاسباب وهذا رأيي الشخصي، الأسباب اللي هي جاهزية بعض اللاعبين، تناغم ما بين الخط الخلفي، في شيء اسمه شيء مقدس في كرة القدم في التدريب، الخط الخلفي والخط النص أحيانا صعب إنه نتلعب فيهم خاصة لاعبين الارتكاز. يعني كابتن نقدر نحكي إنه الأهلي نتيجة مستحقة. نتيجة مستحقة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وأداء مستحق، هذا بيأكد إنه الفريق في تغيير بأسلوب الأهلي، يعني عارفين الأسلوب السابق كان أسلوب، أيضا الأهلي حقق في نتائج، ولكن الآن في نقلة نوعية الآن بالأداء. ولكن ما كان في نتائج، اليوم اثبتت المباراه اليوم انه في نقله نوعيه بالاداء والنتيجه، وهي كانت يعني كلفت الفيصلي الكثير، كلفت صداره الدوري. نعم. اللي هو بنتظرها الجمهور الكبير الفيصلي، ولكن ايضا اسعفت الاهلي في ظل الان لقائه القادم مع الزوراء العراقي معنويا، اكيد هاي بتسعفه بشكل كبير، بتطمنوا على الفريق. رح نحكي طبعا احنا كابتن عن هذا الموضوع اكثر، رح نرجع لحادثه طرد المدرب جمال محمود لنعرف تفاصيل اكثر عن هاي الحادثه. بنضم لنا عبر الهاتف السيد احمد البيطار المدير الاداري لفريق الاهلي. مساء الخير سيد احمد. مساء النور، اهلا سميحه، كيف حالك؟ بمسي عليك وبمسي على المدرب الكبير مدرب ديان طارق. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك. اهلا وسهلا فيك سيد احمد. انا صبحت اليوم عليه وراح ارجع امسي عليه، هي مرتين اليوم صبحنا عليه صباح ومساء. كابتن احمد، بس اذا ممكن تحكي لنا شو اللي صار مع الكابتن جمال محمود وما هي الاسباب التي ادت الى طرده؟ والله بالنسبه لموضوع الكابتن جمال محمود، يعني الكابتن جمال محمود كلنا بنعرف قديش هو هادي ورايق ومتزن بكل الامور الفنيه وعنده خبره كبيره بالملاعب. صراحه انا كنت موجود في كل المواقف اللي كانت صايره، ما راح احكي على التحكيم لانه في جو المباراه، جو زي اللي كان بالمباراه، ما كان في سبب مقنع لانه الحكم يعني يحكي للكابتن جمال تفضل لو سمحت صوت. في عندنا كابتن، في كان حكم رابع، اعتراضاتنا كانت نفس الحجم تبع اعتراضات الفيصلي، الفيصلي فريق كبير ومدرب كمان كبير، بس يعني ما كان يعني كانت نفس الامور، ما كان لازم تتكبر لهي الدرجه. نعم. ما كان في سبب مقنع غير انه كابتن جمال بس لا نعترض على الحكم، اوكي تمام. المره الثانيه نادى الحكم وخلى الكابتن جمال، احنا عندنا تحفظ بهذا الموضوع. المهم الحمد لله الله اكرمنا وفزنا، اعطانا اكثر من نستحق، اشتغلنا اسبوع ماضي كان اسبوع يعني صعب شويه علينا، ولكن الكابتن جمال اثر جدا في النفسيه واسلوب اللعب في خلال هاي الفتره. ما راح اقدر احكي معك فنيات، ولكن بحكي معك اداريا من ناحيه نفسيه ومعسكرات وتخطيط وتمارين، كانت الامور كلياتها كنا متوقعين نتيجه كويسه مع الفريق. نعم. كابتن، ماذا تقول عن هذا الفوز الاهلاوي اللي حققته اليوم؟ اول شيء بدي احكي عن الفوز اليوم، فوز معنوي جدا بموضوع الدوري وموضوع فريق الزوراء العراقي. احنا لنا اربع مباريات ما فزنا، فريق الاهلي بالعاده ممكن بتعثر مباراه، الملعب سيء، سوء طالع، لاعبين بيكون ما بيأدوا، ولكن يعني ما بتصير في خلال اربع مباريات ورا بعض انك ما تفوز، فكان لازم اليوم الفوز بغض النظر مع مين ما كان الفريق. رحنا على الملعب محترمين فريق الفيصلي لأبعد درجة ممكنة عشان تفوز. صراحة أنا شفت عكس هيك من الفريق الثاني، واستغلينا هذه النقطة لأنه الكابتن جمال حكم على اللاعبين بالتفاصيل المملة لفريق الفيصلي. كل الفرق بالدوري معروفين كيف بيلعبوا، مين عندهم نقاط القوة، مين نقاط الضعف. الحمد لله الكابتن جمال مأمنين عندنا بالإدارة أنه يجب أنه ياخذ الوقت الكافي لبدء احراز نتائج، والكل شايف انه الاهلي في خط متصاعد. بنتامل مع الزوراء العراقي يجينا جمهور الاردني، لانه
عم نحاول نسعى للناس تصير هذه المباراة ترفع اسم الأردن والاتحاد وكرة القدم الأردنية من مدربين لوزارة الشباب، فالمفروض أنه الكل يكون موجود في هذه المباراة. نعم كابتن، استعداداتكم للمباراة المقبلة في كأس الاتحاد الآسيوي؟ بدأت الاستعدادات من الليلة صراحة، عنا عم نحكي عن تمرين غدا كانت زي تحلاي من الكابتن جمال انه ما في تمرين بكره راحه من بعد طول فتره طويله. عندنا ان شاء الله يوم السبت تمرين في ملعب جاوة من 3 الى 5. يوم الاحد راح يكون عندنا تمرين ساعه على ملعب استاد عمان، وبعديها ان شاء الله سندخل في المعسكر لمباراه دوراء العراقي. نعم. الامور التنظيميه للبطوله كلياتها كامله، بشكر الاتحاد وقف معنا، تعرفي اول مشاركه لنا في هذا الموسم. وبدي اشكر بالذات النسرين الخزاعله اللي تعبت معي هي والشباب الموجودين بالاتحاد، من محمد لامجد الاستاذ امجد المجالي يعني كثير ناس وقفوا معنا، وبنفس الوقت ان شاء الله بنبيض يوم الاثنين وجه الاردنيين كلياتهم، هاي اول مشاركه لنا، بنحب الفرق كلياتهم توقف معنا وان شاء الله بنرفع الراس. إن شاء الله إن شاء الله. سيد أحمد، أنا بدي أقول لكم مبروك الفوز مرة ثانية، ونتمنى لكم التوفيق في مباراة كأس الاتحاد الآسيوي. شكرا. طبعا هارد لك لنادي الفيصلي، والدوري من أوليته كان مبين أنه ما راح يكون الدوري سهل، وراح يكون فيه كثير مشاكسات من الأندية. نعم. وهذا راح يعكس إشي على منتخبنا الوطني إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا لك سيد أحمد بيطار على هاي المداخلة، ونتمنى لكم التوفيق مرة ثانية. حديثنا بإكسترا تايم مستمر، لكن بعد فاصل صغير خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد، مستمرين معكم بالحديث عن مباريات الأسبوع الخامس عشر. الآن ننتقل للحديث عن مباريات يوم الجمعة والقمة المرتقبة بين الوحدات والرمثة بالتقرير التالي. يستضيف فريق الوحدات نظيره الرمثة في قمة مباريات الأسبوع الخامس عشر من دور المحترفين لكرة القدم في اللقاء الذي سيجمعهم على استاد الملك عبد الله الثاني بالجويسمي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتطلع كل فريق لفرض تفوقه على الآخر بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي. الوحدات يسعى لتحقيق الفوز والبقاء ضمن دائرة الفرق المرشحة لقطف اللقب، حيث يمتلك الفريق 29 نقطة. ويعاني الوحدات من غيابات مؤثرة بصفوفه تتمثل بالحارس عامر شفيع الذي عاد للتدريبات ويستعد للقاء المحرج البحريني الأسبوع المقبل، وعبد الله ذيب وأحمد الياس، فيما تبدو مشاركة حسن عبد الفتاح واردة لتعطي الحلول الهجومية لفريق المدرب العراقي عدنان حمد برفقة المحترف الفلسطيني أحمد ماهر والمهاجم بهاء فيصل، بالإضافة لنجم الفريق منذر أبو عمارة. الرمثة بدوره سيذهب لمواجهة الوحدات بصفوف متكاملة، ويبرز بالفريق اللاعبين حمزة دردور وسعيد مرجان وأحمد سمير. وحقق الرمثة فوزا معنويا في الجولة الماضية على شباب الأردن ليؤكد أنه لن يكون لقمة سائغة للوحدات، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن من مركزه على سلم الترتيب، حيث يمتلك الفريق 19 نقطة. وفي لقاءين آخرين يلتقي فريق البقعة وذات راس على استاد عمان الدولي، فيما يحل سحاب ضيفا على الحسين إربد. إذن الوحدات أمام فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة، لكن هاي الفرصة ستكون صعبة أمام الرمثة. أكيد شوف، أجت للوحدات فرص أسهل من هاي صراحة، أنه يكون متصدر، ولكن الآن مباراة بحجم مباراة فريق الرمثة، الفريق اللي يعني الآن فاز بآخر لقاء على فريق شباب الأردن، ولكن الآن اكتمال الصفوف شوي شوي بيرجعوا لعيبة الرمثة. الآن أتوقع درجة سعيد مرجان، وعندك في حمزة دردور رجع يعني ما بسجل لكن بيصنع. الآن انخراط السي الشيخ المحترفين اللي على اليمين وجيفرسون مع الرمثة وانسجامهم يمكن بشكل أكبر، هذا بيؤدي إلى إنه تزيد الصعوبة على الوحدات بشكل كبير. كمان الرمثة فريق طامح إنه يحسن صورته أمام جمهوره ويتقدم على سلم الترتيب، أضف إنه بيستعد باستمرار حتى يوصل بتشكيلة متناغمة حتى يخوض لقاءات الكأس اللي هي الأهم برأيي للرمثة، في ظل عند الرمثة الآن دفاع ثابت ماركو وأبو عليقة وسليمان سلمان وخويلة. الآن
كلاعبين ارتكاز الان بلعب يعني انا بلا تحفظ، ولكنه الان ممكن تمشي مع المدرب يعني اللي هو موسى الزعبي، و احيانا بلعب موسى الخب او موسى واي لاعب لهم، بكون موسى الزعبي مع احمد سمير كلاعبين ارتكاز. اذا ما كان احمد سمير مكان سعيد مرجان بكون هو تحت المهاجم، حمزه بالمقدمه، فبالتالي وخالد الدردور خيارات يعني مهمه جدا كمان مع الرمثة، وايضا في صهيب الذيابات عماله بياخذ دوره بشكل كبير. اذا فريق الرمثة عماله بيمشي، مدرب بيتعرف بشكل اكبر على فريق الرمثة من مباراه الى اخرى. انا برايي المباراه راح تكون مش سهله نهائيا على الوحدات اللي عنده غيابات، عارفين احمد الياس من الناس يعني اللاعب المؤثر الان الرقم الصعب في الوحدات بجانب منذر واللاعبين الاخر، لكن هو بجانب منذر بتحكي منذر ابو عمار بنحكي احمد الياس كلاعب ارتكاز بجانب رجاء عايد، ولكن بيعوض الوحدات باستمرار لاعب فادي عوض، كان رؤيه جيده من الكابتن عدنان حمد باستمرار يكون اشراك اللاعبين اللي احتمال يكون في اصابات، فبالتالي البديل اشترك في اللعبه السابقه فادي عوض مع رجاء عايد اللي قدم مستوى عالي جدا في مباراه النجم اللي هو كان انا برايي كان نجم اللقاء مع ابو عماره اللي هو فادي رجاء عايد، فبالتالي في ظل عوده حسن عبد الفتاح صعب اتوقع يشارك من بدايه اللقاء، فقد يكون الشوط الثاني. الان خيارات وحدات موجوده في مقدمه اللي هو بهاء فيصل اللاعب احمد ماهر كلاعب يسار، الان لاعب تحت المهاجم الان اخر فتره شفنا بلاعب منذر ابو عماره حتى يخفف الضغط عنه يكون لا مركزي، احيانا بجيب ابو عماره بتبدل مع احمد ماهر اذا ما اشترك على اليمين، قد يكون هناك الان لاعب خبره بحجم عامر ذيب نشوفه يشترك بدايه اللقاء مش بعيده، او ليث البشتاوي او ادهم القرشي، في خيارات للوحدات كبيره، ولكن وحدات ما بعبث بالخط الخلفي اللي هو ثابت سبستيان طارق خطاب الان عمر والديميري خط ثابت، فبالتالي مع لاعبين الارتكاز ببدل بالخيارات الاخرى مع لاعب اللي هو بهاء فيصل ومنذر عمارة، لكن كتكتيك واسلوب اللقاء لازم يكون هناك برايي الشخصي انه الوحدات بده يكون يطول، لان يعني في مباراه هاي بتكون بصراحه مفتوحه، يعني الرمثة راح يقدم مستوى عالي مع الوحدات، راح يبادر للهجوم لانه الرمثة مش تحت ضغط، الوحدات تحت ضغط، الوحدات قد يكون يبلش الضغط او يدافع من بدايه الثلث الثاني، ما يغامر بشكل كبير حتى شوف شو اسف شوف الرمثة شو بده بالضبط. صح كابتن اسف وقد يكون على اثر يتصرف الكابتن علي حمد يشوف خياراته التكتيكيه يقرا المباراه بشكل اكبر، لانه اي مدرب محل كابتن عدنان حمد بده يعمد هذا الاسلوب، مدرب جديد بيشوف شو ناوي شو اللي مفكر مع الوحدات، لو كان مدرب ثاني يمكن بيقراه الكابتن عدنان حمد تلاقيه بتصرف بشكل اكبر وبشكل منفتح اكثر، ولكن ضروره اكيد في بدايه 10 دقائق ربع ساعه مش ده سنب، بده يشوف المدرب الاخر شو اللي هو بده يتبعه باللقاء، بده يضغط بده يدافع بده يلعب زون، بتكون تعليمات من المدرب للاعبينه شو يتصرفوا داخل الملعب، لانه مدرب غير مقروء يعني لاي مدرب اردني الان، كل مباراه بيفاجئنا بشيء جديد، فبنعرف شو بده يفاجئنا مدرب الرمثة مباراه الغد ضمن معطياته او جهاز المساعد ما او مشاهدته لفريق الوحدات، ولكن كفريق وصداره ومباراه صداره صعب جدا الوحدات يفكر انه يتخلى عن هاي الصداره في ظل الخدمات الكبيره اللي قدم له اياها اليوم او خدمات قدموها لانفسهم مستفاد منها الوحدات اللي هو الصريح والاهلي. طيب كابتن خلينا نرجع للحديث عن اللاعبين اللي راح يغيبوا واللاعبين اللي راح يرجعوا، بالوحدات عندنا حسن عبد الفتاح راح يرجع، وعن الرمثة حسب الانباء الوارده من التدريبات سعيد مرجان راح يكون غايب. كمان خلينا نحكي عن رايك بغياب عامر شفيع عن لقاء مهم مثل هذا. شوف عامر شفيع لاعب مؤثر بشكل كبير ولاعب مباريات حساسه بيستفيد منها بشكل كبير، ولكن تامر صالح انا شفته بصراحه يعني قدم مستويات كبيره مع الوحدات وخليفه جيد لعامر شفيع بشكل جيد، فبالتالي الغياب اكيد مؤثر دائما عامر شفيع، ولكن الان في حارس بيقدم مستويات بشكل متصاعد مع الوحدات، والوحدات لما بفكر اجيب تامر صالح بعرف بنظر للمدى البعيد انه يعني تامر صالح واشركه حتى اشترك في مباراه النجمه بعد اصابه عامر شفيع وقدم مستوى كبير، بالتالي انا بتوقع فيش خوف على الوحدات من انه يكون تامر صالح اللاعب، لكن اللاعب المؤثر الان اللي قدم مستويات كبيره اللي هو حسن عبد الفتاح، عودته اكيد بتضيف للوحدات، سعيد مرجان
بدأ بداية كبيرة مع الرمسة وأدى مستويات عالية. إصابته بصراحة أثرت بشكل كبير على الرمسة، في ملوعات تكون إضافة للرمسة. نعم. إذن باقي مباريات يوم الجمعة من نفس الجولة، خلينا نشوفها بالتقرير التالي. لقاء الخروج من النفق المظلم، هذا ما يمكننا أن نطلقه على لقاء البقعة وذات رأس الذي يستضيف استاد عمان الدولي مساء الغد ضمن مباريات الجولة 15 من دور المحترفين. الفريقان يسعيان بكل ما أتيا من قوة للظفر بالنقاط الثلاثة، كيف لا، والفوز سيبعد واحدا منهم شوطا كبيرا عن دائرة الهبوط كونهم قريبان من الرصيد النقطي والترتيب. ويحل البقعة بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط، وهو لم يحقق حتى الآن أي فوز، وهو ما يطمع إليه أمام ذات رأس. بدوره ما يزال ذات رأس منتشيا بالفوز الذي حققه على الأهلي الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، وأصبح رصيده 10 نقاط وإضافة 3 نقاط جديدة سيقدمه خطوة إضافية على سلم الترتيب. وفي لقاء آخر يحل سحاب ضيفا على الحسين إربد في مواجهة مثيرة تجمعهما على استاد الحسن بإربد بحسابات معقدة، ويسعى الحسين إربد لمواصلة انتصاراته وتقليل الفارق النقطي مع الفرق التي تتقدم عليه بالترتيب، حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 21 نقطة. ويهدف سحاب هو الآخر إلى تحقيق فوز جديد ليخرج من دائرة صراع الهبوط، فبعد فوزه في الجولة الماضية على الصريح أصبح يتشوق إلى فوز آخر يعيد إليه ثقة جماهيره الكبيرة. كابتن البقعة وذات رأس مباراة مصيرية في صراع الهبوط، والجميع يترقب نتيجة هذا اللقاء. أكيد مباراة مفصلية لفريق البقعة، يعني تضيف الكثير لذات رأس فيما لو تخطى البقعة وقد تعطي ملامح الثبات بشكل نعم. كبير. ولكن البقعة أنا برأيي الفرصة الأخيرة ضمنيا، مش يعني بدناش نحكي على الورق، لكن ضمنيا ومعنويا الفرصة الأخيرة لا تحتمل أنه البقعة حتى يفكر بالتعادل، لأنه فوز البقعة على ذات رأس بصير 9 نقاط، 10 نقاط ببقي ذات رأس في نتائج في مباريات ما بين الحسين وسحاب، مباراة ما بين الصريح امبارح بنحكي توقف يعني عند 11 نقطة في ظل كان متقدم، إذا الصريح كمان النقطة خلته قريب بشكل كبير من الفرق، بنحكي 10 سحاب مع الحسين، فيما لو أخفق سحاب بضل 12، فبالتالي مباريات حساسة بشكل كبير. مباراة البقعة وذات رأس من أقوى المباريات بتوقع تكون، البقعة اللي عماله بيقدم مستوى جيد مع الكابتن عماد خان، كان رغم أنه ما فيش فوز فيه لكن عماله بتقدم على مستوى الأداء، بحصل فرص بشكل جيد. أتوقع أنه المباراة راح تكون حساسة وراح تلعب على جزئيات بسيطة جدا وتفاصيل دقيقة جدا من المدربين، لأنه في مباريات زي هاي صعب أنك تغامر وتفتح الملعب وتخسر، وصعب أنك كمان تظل متحفظ وما تلعب، يعني تكون فيها توازن ما بين الفريقين. ولكن اللي راح يكون أكثر جرأة برأيي ويتقدم لقدام ويكون يعني يحاول يلعب على اليمين يسار يستحوذ بشكل أكبر، لكن استحواذ إيجابي وحصل فرص ويضغط بشكل أكبر، هو فريق البقعة. لكن فريق ذات رأس، فريق الآن قدم مستوى جيد مع الأهلي، فوق بهدفين مقابل الهدف، أعطت دفعة معنوية كبيرة، فريق غير 8 لاعبين، 9 لاعبين جداد ما بين الذهاب والإياب أضافوا للفريق، عودة مالك شلوح للفريق كلاعب مدافع خبرته كبيرة، كابتن الفريق، أضافت للفريق بشكل كبير، فبالتالي مباراة صعب أنه يتكهن أي إنسان نتيجتها، تضيف الكثير لذات رأس، تنقذ البقعة مبدئياً وتبقي في صفوف الفرق القريبة، يعني بصير تنافسه منطقي، لكن خسارته بصراحة بصير بعيد كثير وهي وتحبطه معنوياً. طيب كابتن ديان، على الجهة الأخرى مباراة سحاب الحسين، مباراة الابتعاد عن القاع وتحسين الترتيب، كيف تراها؟ أيضا سحاب الآن يعني مباراة مهمة جدا، مباراة مرتبطة بمباريات اللي حكيناها، مرتبطة بمباراة الصريح والجزيرة، مرتبطة بمباراة البقعة وذات رأس، سحاب هي والحسين إربد، سحاب 12 نقطة، الحسين الآن عماله بيقدم الآن، صار بلش مستويات جيدة وفاز في آخر لقاء على البقعة، الكابتن ماهر البحري درس الفريق بشكل جيد، الآن أخذ على الوضع بشكل ممتاز، بلش يطبق الفكر تبعه اللي هو كمان اللي هو زون دفاع نص ملعب لهجمات المرتدة بشكل جيد، عنده أسلحة كبيرة، أحمد أبو كبير، الشجران، زينو، لاعبين بلال الداود، لاعبين مؤثرين، صانع ألعاب جيد الشجران، علاء،
بالتالي مهمة السحاب مش راح تكون سهلة نهائيا، كون المباراة أيضا بدها تكون على استاد الحسن. سحاب أنا شفته في آخر لقاء مع الصريح ما أقنعني الشوط الأول، بعكس الشوط الثاني التبديلات كانت مؤثرة، اللي هو إبراهيم الجوابري ودور كبير كان لمعتز الصالحاني ومحمود موافي، هذا الثلاثي مؤثر بشكل كبير لسحاب، تغيير في طريقة وأسلوب الفريق، إجلاس كثير من اللاعبين على دكة البدلاء، رؤية المدرب الكل بده يحترمها ما دام المدرب فاز، لكن أكيد راح يتبعها المباراة هاي. أنا بتوقع يمكن يكون الحسين مبادر أكثر الهجوم، يكون الضغط مش يلعب زون وهجمة مرتدة، يكون شوي يتقدم لقدام، يعني يدافع من أمام منطقة الوسط فريق الحسين إربد، كونه الفريق المستضيف والفريق اللي مش تحت الضغط، فريق بيبحث عن الفوز حتى يتقدم على سلم الترتيب. سحاب أنا برأيي قد تفيده النقطة بشكل كبير، أهم شيء ما يخسر هذا اللقاء، يحافظ على مرمى، وقد تسعفه الهجمات المرتدة بشكل أفضل، وهذا أسلوب بحبده الكابتن ثائر جسام ونجح معه في مباراة الصريح بشكل كبير. إذن آخر مباريات الأسبوع 15 ستقام يوم السبت وستجمع شباب الأردن بالمنشية. تفاصيل أكثر عن هذه المباراة بالتقرير التالي. تختتم مباريات الجولة 15 من دور المحترفين لكرة القدم مساء السبت بلقاء فيه الكثير من الأهمية، حين يلتقي شباب الأردن ضيفه المنشية على استاد عمان الدولي، ويتطلع الفريقان إلى تعويض خسارتهما في الجولة الماضية، فشباب الأردن خسر أمام الرمثة بهدف دون رد، والمنشية أمام الفيصلي بهدفين نظيفين، ويحتل شباب الأردن المركز السابع برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك المنشية فرصة قوية للمنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة. وتبدو المواجهة متكافئة فنيا، حيث يسعى فيها شباب الأردن إلى رد اعتباره بعدما خسر ذهابا بهدفين لهدف، بينما يتطلع المنشية إلى تجديد التفوق. إذن مواجهة قوية بين شباب الأردن والمنشية، الفوز مطلب مهم للمنافسة على القمة أو الاقتراب من المربع الذهبي، خاصة في ظل تعثر الآن. بدنا نكون واقع أن المنشية عنده 26 نقطة، نعم. تعثر الجزيرة، تعثر الفيصلي، الآن 29 نقطة فيما لو تخطى شباب الأردن، إذن الطموح كبير لدى المنشية. وأيضا شباب الأردن بيقدم مستويات جيدة، فاز على سحاب، خسر لقائه ولكن بيقدم مستويات جيدة، بيقدم وجوه أيضا شاب جديد للكابتن عيسى الترك، ولكن الآن طموح شباب الأردن راح يكون بصراحة أنه تحصيل الثلاث نقاط الآن، في ظل أنه بتعرف فوز خسرتين الآن لازم يعود على نغمة الانتصارات. المنشية شفناها قدم مباراة جيدة مع الفيصلي، باغت الفيصلي في بداية اللقاء، شوي استنزفت من قدرات الفريق في بداية الضغط المبكر كان أمام الفيصلي، قد أنه الكابتن أسامة قاسم الآن في ظل تفكيره في التقدم على سلم الترتيب ومطاردة المتصدرين يتبع أسلوب الضغط، أنه ملعب شباب الأردن يضغط بشكل كبير يحاول يحصل هدف، هذا أسلوب بتبعه المنشية بشكل كبير، بيضغط بشكل عالي في بداية اللقاء ويعتمد على بعديها بيرجع بتحفظ وبيحافظ على الهدف ويعتمد على الهجمة المرتدة، وعنده هاي الأسلحة المساعيد، عنده نهار جديفات، ولكن غياب عادل هامي اللاعب المطرود في اللقاء السابق أمام الفيصلي راح يأثر بشكل كبير على المنشية، لاعب قلب دفاع مؤثر، ضابط إيقاع قيادي في الملعب، هذا راح يكون غائب، لكن المنشية عنده عمر عبيدات مايسترو الفريق بشكل كبير، هو أشرف المساعيد، ديمبا، نهار جديفات، عنده لاعبين بصراحة مؤثرين بشكل كبير، أحمد ياسر، عماد ديابات، فلاعبين هم بصراحة مؤثرين بشكل كبير. شباب الأردن أنا بتوقع أنه دائما بنظم نفسه بشكل جيد، بيعتمد على تحضير بوسط الملعب، تحضير، ولا بد أن يبني ويحضر، بنتناقل الكرة من الدفاع للوسط، وأحيانا بحضر بشكل أكبر من بوسط ملعب، بيلعب على الأطراف، بيعتمد على موسى التعمري، بيعتمد على سرعة الشيشاني، فرائد النواطير عنده أسلحة جيدة، أيضا في إشراك الآن الزامل ورد، فبالتالي الفريق عنده توازن بالخط الخلفي جيد. أنا شايف المباراة متكافئة أمامين الفريقين، صعب أميز فريق على الآخر، ولكن المباراة هاي راح تقرأ من المدربين الآن، زي ما حكيتك مباراة الرمثة والوحدات، الآن هاي في قراءة شو نوايا المدرب، بتبين في هاي المباراة اللي هي الحساسة بشكل أكبر، واللي اللي بيكونش الضغط على المنشي، المنشي مش تحت ضغط أنه يجيب دوري، نعم. ولكن بهمه أنه يواصل في ظل تعثر الفرق، يكون قريب من فرق الصدارة. وشباب الأردن
الآن همه أنه إشراك الوجوه كلها وتقدم على صلب الترتيب، بالتالي في مجال أني أي مدرب يشوف المدرب على إيش ناوي، شو أنا بكون هناك فيه بالتدريب، أساليب عدة، تكتيكات معينة بيعطيها المدرب للفريق، هون رقم واحد، تعليماتك رقم اثنين هون شو، لو انضغطت شو تلعب، لو شو الفريق لعب زون دفاعي شو تلعب، هاي في مجال للقراءة ما بين كابتن أسامة قاسم والكابتن عيسى الترك في بداية اللقاء، وبالعادة الفريقين اللي بيحاول يكون يدافع من الأمام أنا برأيي هو راح يكون الغلبي له، هو راح يكون يعني يحصل بشكل أكبر، لأنه أخطاء المدافعين متكررة في كلا الفريقين وخاصة بالعمق الدفاعي، نعم. اللي بيستثمرها بشكل أكبر قد يكون هو فرس الريان في هذا اللقاء. نعم. إذا مستمرين معكم بإكسترا تايم، فاصل قصير ونرجع نكمل معكم. أهلا وسهلا فيكم جديد. يوم أمس أعلن لويس إنريكي بعد فوز برشلونة على سبورتينغ خيخم بسداسية مقابل طبعا هدف واحد، أعلن أنه هذا الموسم سيكون الموسم الأخير له مع برشلونة. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بالتقرير التالي. سأنهي المؤتمر بشكل مختلف، سأعلن لكم أنني لن أكون مدرباً لبرشلونة في الموسم المقبل. هذا ما أعلنه لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوز فريقه على خيخوم بستة أهداف مقابل هدف وحيد في مباريات الدوري الإسباني. وأضاف إنريكي أنه اتخذ القرار الصعب حيث ينتهي عقد اللوتشو في شهر حزيران المقبل، وأكد أن هناك 3 أشهر مثيرة أمام الفريق الذي يمر في وضع صعب خصوصا في دوري أبطال أوروبا، ولكن بمساعدة الجميع وفي حال كان النجوم في يومهم فإن الفريق قادر على التعويض. وشكر إنريكي النادي على الثقة التي منحه إياها كمدرب ولاعب. من جهته أكد رئيس نادي برشلونة للقناة الخاصة بالفريق أنه يتقبل قرار المدرب وسيتم إعلان عن اسم المدرب الجديد في شهر تموز المقبل. وكان إنريكي قد حقق الخماسية في موسمه الأول مع الفريق عام 2015 بالإضافة لفوزه بلقب الدوري الإسباني عام 2016. كابتن ديان بشكل عام، يعني ما رأيك بهذا القرار ولماذا اختار لويس إنريكي هذا الوقت وبعد الفوز بستة ليعلن الرحيل؟ شوف، أول شيء في مباراة قادمة مع باريس سان جيرمان، مباراة الرد، وقد يكون إقالته بعد المباراة، يعني في ترتيبات، ولكن يعني أكيد فيش مدرب إلا بشعر، هو لو شعر لويس إنريكي إنه النادي متمسك به ما كان فكر إنه يترك برشلونة، ولكن هي فكرة استباقية، قرار استباقي، لأنه معروف إنه الآن جمهور برشلونة معروف إنه في أمل دائما، في أمل إنه يعني دائما بتعلق بالأمل إنه يصير شبه يعني أداء عالي معجزة إشي مع باريس سان جيرمان الفريق القوي، مش برشلونة اللي بيخسر بالطريقة هاي أمام فريق باريس سان جيرمان، مش برشلونة اللي بيخسر خسارات بشكل كبير متكررة، أكثر خسارات كانت في تاريخ برشلونة الحديث كانت مع لويس إنريكي، لو بنقارنها مع غوارديولا اللي فيش نسبة نهائيا، خسارات بشكل كبير مؤثرة بشكل كبير لبرشلونة. أسوأ موسم مع برشلونة من 10 سنوات هذا الموسم. فبالتالي هو في شعور لدى لويس إنريكي إنه في هناك مدرب جديد الموسم القادم، ولكن هو أحياناً بيعلنها كمان المدرب حتى كمان إنه يشوف أي أندية أخرى تتعاقد معه، يعني أكيد إنه بيحكي لك أنا مش راح أكون برشلونة، فكان بيعطي فرصة عندهم بأوروبا إنه قد يكون هناك نادي الآن بيستطيع يتعاقد معه هو موجود في برشلونة. وانا بحكي الله معه والله يوفقه وما يروح. يعني كابتن مين تتوقع يكون خليفته؟ والله يا اتوقع دائما بيجيبوا مدربين اسبان، لكن مين ما بعرف، لكن هاي المره مدرب اشبيليا سان باولي هو المرشح الاكبر لخلافه لويس إنريكي. سان باولي مدرب كبير واسلوبه، شوف الاسلوب اللي بيلعب فيه بينطبق على اسلوب برشلونه، مدرب رائع جدا، ويكفي انه بطوله كوبا يعني كوبا امريكا يعني جابها بشكل رائع لتشيلي، مدرب رائع وانا بتابعه مع اشبيليا بشكل كبير وبحب اسلوبه، ولكن صعب انه هناك جاي يمكن حوالي 3 سنوات انه يترك، يعني مش زي بالعرب هون يتنقل خلص قرار 3 سنوات، بالتالي برشلونه بتوقع يكون مدرب اسباني باستمرار، بيجي يعني تقريبا مدرب اسباني عندهم،
وانديكي يشوف له فريق الله يوقف الله يوقفه وما يروح. طب كابتن رايك بالمنافسه بين ريال مدريد وبرشلونه على الدوري؟ والله انا استمتعت في اخر اللقاءات بصراحه، استمتعت في ريال رغم انه عاد ريال مدريد، ما كنتش حاب يعود بصراحه، ومباراه الامس شوي عوض لنا اياها فريق لاس بالماس، لاس بالماس اللي ادى مستوى عالي، استحوذ على الكره ملعب مدريد بصراحه، يعني من 3-1 رجع 3، المهم ما صار يعني شوي بده يصير 4-3 والحمد لله اللي ما صارت. المهم انه برشلونه الان تصدر، الان في مباراه صعبه لريال مدريد مع سيلتا فيجو بتوقع المؤجله، في ارض سيلتا فيجو كمان، سيلتا فيجو اخرجوا من بطوله الكاس، وفي مواجهه مباشره للكلاسيكو ما بين برشلونه وريال مدريد. انا بتوقع الان الدوري وفي ظل خبر رحيل انريكي معنويه اللاعبين والاداء راح ترتفع، فانا انريكي اجلس كثير من اللاعبين النجوم على دكه البدلاء واصطدم معهم. نعم، ففي تقارير سريه كلها عن برشلونه، وبالتالي الان بصراحه المعنويه راح تكون كبيره للفريق، وراح يحسم الدوري لقاء الكلاسيكو ما بين الفريقين. ولكن مدريد على خطه الخلفي الان خط الدفاع معرض باي لحظه فريق، يعني بصراحه في هبوط في المستوى في ريال مدريد. نعم، هذا ادى انه الفارق النقاط يوصل يمكن 9 نقاط الان. صحيح، رغم انه في مباراه مؤجله، برشلونه هو المتصدر. نعم، انا بحكي بعداله، يعني بحكي اللي بشوفه، أكيد. مش يعني قمه الحياديه، قمه الحياديه. اكيد كابتن، نشكر حضورك معنا اليوم، اهلا وسهلا وانا فيه. سعيد بتواجد معكم، والله يوفقكم دائما. اهلا وسهلا.